بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة مجددا في محاضرة فريق التوجه والحركة. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أن فريق التوجه والحركة يتكون من أخصائي التوجه والحركة، معلم التربية الرياضية، معلم الصف، الوالدين. تناولنا في المحاضرة السابقة كل من معلم التربية الرياضية وأخصائي التوجه والحركة. نتناول في محاضرة اليوم إن شاء الله دور كل من معلم الصف والوالدين. بالنسبة لمعلم الصف فإنه يقوم بعدد من المهام، منها استبعاد العوائق غير الضرورية الموجودة داخل حجرة الصف وإعلام الطلاب بالتغيرات في تنظيم بيئة الصف. فمثلا إذا كانت الطاولات مرتبة بشكل معين وقام المعلم بتغيير ترتيبها فلابد أن يخبرهم بتغيير الترتيب. الأمر الثاني جعل الأبواب إما مغلقة تماما أو مفتوحة تماما لاستبعاد إمكانية اصطدام الكفيف بالباب المفتوح فتح جزئي. المهمة التالية السماح للطلاب بالانتقال بدرجة ما مع عقرانهم للغرف التي يتكرر الذهاب إليها مثل المكتبة، حجرة الصف، حجرة الاسترخاء، أي لا يقيد حركتهم. المهمة التالية هي استبعاد محاولة الطالب الاعتماد على المرشد المبصر عند إظهاره القدرة على الانتقال بطريقة مستقلة. ماذا يقصد بذلك؟ يقصد به أنه إذا كان الفرد أو الطفل الكفيف أو الطالب الكفيف لديه القدرة على الحركة المستقلة فلا يلزمه بالاعتماد على المرشد المبصر. المهمة التالية السماح للطالب بالانتقال بحرية حتى يعتاد بنفسه على الحجرة أو الطرق التي يريد الذهاب إليها. عنصر الرابع من أعضاء فريق التوجه والحركة هم الوالدين أو المربين، ويقع على الوالدين والمربين العبء الأكبر في عملية التوجه والحركة وتعلمها في السنوات المبكرة من عمر الطفل، فهم يعتبروا أول من يعلم الطفل الكفيف مهارات التوجه والحركة. في سن المدرسة يقع العبء الأكبر على أخصائي التوجه والحركة ويقوم الوالدين بدور المراقب. يبقى إذن في السنوات الأولى يكون تعلم التوجه والحركة معتمد على الوالدين، في سن المدرسة يكون تعلمهم لمهارات التوجه والحركة معتمد على أخصائي التوجه والحركة. أهم ما يؤخذ في الحسبان عند تدريب الكفيف على مهارات التوجه والحركة، هناك بعض الأمور يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تدريب الكفيف على مهارات التوجه والحركة، سواء كان في سن المدرسة أو ما قبل المدرسة، سواء كان من يقوم بالتدريب هو الوالدين أو أخصائي التوجه والحركة أو معلم الصف أو معلم التربية الرياضية. ما هذه الأمور؟ أولا تعريف الكفيف بماهية التوجه والحركة، ثانيا التحقق من امتلاك الكفيف لأي قدرات بصرية متبقية، فهذا يفيد جدا في تعلم الكفيف لمهارات التوجه والحركة. تدريب الكفيف على توظيف الحواس الأخرى، تزويد الكفيف ببرنامج فردي حتى يستطيع التحرك باستقلالية وأمان. تدريب الكفيف على استخدام العصا لأنها الأكثر توفرا ولعدم إمكانية استخدام التقنيات الأخرى. تدريب الكفيف على الحصول من مساعدة المبصرين في البيئات الجديدة. قدرة الكفيف على الاستقلالية في عملية الحركة تعتمد على عمره ودرجة إعاقته ومدى ثقته وخبراته السابقة، فلا بد أن تؤخذ هذه الأمور في الحسبان. عمره كم سنة؟ طبعا العمر صغير يختلف عن شخص العمر كبير. تقديم النصح للوالدين والإخوة لتشجيعهم على مساعدة طفلهم على عملية الحركة. عملية التدريب على مهارات التوجه والحركة تتطلب مدربا مؤهلا، ليس أي شخص عادي يستطيع أن يدرب الطفل الكفيف على مهارات التوجه والحركة. لا ضرر في اعتماد الكفيف على المبصر في بعض الأمور كاختيار الملابس. بشكل عام يجب أن يراعى أن برامج التدريب تبدأ منذ سن السابعة بشكل جزئي، وبعد سن التاسعة
يصبح البرنامج مكثفا أي برامج التوجه والحركة وطويلا حتى سن 12. يبقى إذن هي بتبدأ في سن 7 سنوات وبعدين تبقى مكثفة في سن 9 إلى سن 12 سنة، وبعدها يتقن الكفيف مهارات التوجه والحركة والحياة اليومية. وشكرا لحسن استماعك.